سامي هنرسل لكم فيديو جديد فكرة جديدة كتمنى هذه الفكرة تعجبكم. اليوم غادي ندير معكم واحد الفكرة ديال الديكوراسيون ديال لا شومبر. هاد الفيديو غادي يعجبكم بزاف انا فرحانة بزاف باش غنعطيكم هاد الفكرة. وشكون اللي بغى فيكم يزوق لا شومبر ديالو؟ شكون؟ انا بغيت نزوقها وهاد الفكره اللي غندير معكم حتى انا غادي نزوق بها بيتي. يلا غادي نمشيو للتجربه. غادي نمشيو للفكره. غادي ناخذو بابي امبريون. ها هما لي بابي امبريون. عندنا لو فير، عندنا لو روز، عندنا لو فير، عندنا لو بلون، هو لو بلون، عندنا لو موف، عندنا لو بلو كلير، عندنا لو روز، وعندنا لو موف، وعندنا لو روز. شنو نختارو حنا بعدكم؟ شنو اللي غادي نختارو؟ اختاريتو هذا، اختاريتو هذا، حتى انا غادي نختار هذا. يلا يلا دابا غادي نوريكم الفكرة. غادي نبداو هكا. مهم دابا غادي ناخذ هادي. هاد البابي امبريون كيكون حرش، ها هو. حنايا الا بغينا نقطعو ولا نرسمو غادي نرسمو في الظهر ديالو. مهم احنا رسمنا البابيون اللي بغينا، ها هي. دابا غادي نقطعوها. ما قلت لكم الا بغيتو ترسموا الشكل اللي بغيتو خاصكم ترسموه في الظهر ديالو، حتى في بلاصه البغيون كيكون حر شويه. احنا خدينا دابا ورقه اخرى وغادي نتراسي ايدي. دابا احنا رسمنا هادو، رسمناهم وحده رسمنا فيها وحده خليناها سامبل كيف ما تشوفوا. هيا سامبل. دابا غادي نقطعو. نتوما ديروا شي حاجه، ديروا شي حاجه على طابلة ولا البيرو. مهم داكشي اللي كتقطعوا عليه ديروا عليه شي حاجه، حيت يقدر يتزرح لكم داكشي ولا يتهرس. دابا غادي نقطعو. مهم احنا قطعنا هادو، قطعناهم اللي قطعنا داكشي اللي رسمنا هنا. وهذا خليناها سامبل كيف ما قلت لكم. دابا غادي نحاولوا نطويو هاد البابيون، نطويوه وغادي نديرو شويه غير لاكور بوحدها الوسط. دابا غادي نديرو لاكور غير الوسط ونلصقو عليها هادي. ثم الا ما قدرتوش يعني ضروري يكون معكم شي واحد هو اللي يديرها لكم. مهم احنا لصقنا البابيون ودابا صيبنا العيوينات. قطعناهم غير شويه، قطعناهم طوال وبقينا كنطويو فيهم ودرنا لاكول شويه لاكول باش شدوا لينا. هما العوينات. دابا غادي نلصقوهم في البابيون. هاهم البابيون هنا هكا. مهم انا لصقت العوينات. دابا بعد كي جاتكم البابيون زوينه ولا لا؟ زوينة. انا بعدا عجبتني. دابا غادي نحاولوا نزوقوها شويه باش تجي زوينه اكثر. مهم احنا انا دابا كنا نزوق فيها بالعقيق ولا الحجر اللي عندكم. مهم احنا ساليت الايد كيف ما اللي وريتكم قبيله. ها هي هذه ايدي بطبيعه الحال غادي نحتفظ بها. نتوما تقدر انا غير اخترعت هذه الفكره حتى هي
نعلقها تايا ودير نحتفظ بها. نتوما ديروا ايديكم رسموهم واحتفظوا بهم. ونتوما خوتكم صغار تا هما رسموا لهم ايديهم قطعوهم ومن بعد خبيوهم باش يكبروا ان شاء الله. وريهم اليوم بقاو عندكم سوفينير. ها هي الفراشه كيف ما كتشوفوا، ها هي زوينه ولا لا؟ انا عجبتني بزاف. نوريكم وحدين صيبتهم مبارح قبل ما ندير هذا الفيديو. دابا يلا نوريكم هادو هادلي. المهم هادي لوموف صيبتها، هذا لو بلون وهذا لو بلو. وشوفوا هادو اللي صيبت معاكم علقتهم، ها هي البابيون والايد اللي صيبتها هو. وهذا لو بلو، هذا لو فيغ، وهذا لو بلو، وهذا لو روز. هذوك لي شوت اللي كيشيطو ليكم ما تلوحوهمش، احتفظي بهم. صيبوا بحال هكا ديكور ولا دي فلور ولا هكا، وعلقوهم في شي خيط بحال هكا. ها هما انا علقتهم في شي بابيون ماشي كلشي. ايوا كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وعندي فكرات اخرين غير تسناو شويه. عندي بزاف د الفكرات، بزاف د الفيديوهات، بزاف عندي بزاف د الحيل. الا تبعتوا لاشين ديالي باسم صابره اوفيسيال غادي يولي عندكم بزاف د الافكار، بزاف د الحيل، بزاف د الحاجات. الا عجبكم الفيديو ديروا لايك، ابوني، وديروا جرس الاشتراك في قناه باسم صابره اوفيسيال. وتقدروا تمشوا انستغرام وتكتبوا باسم تيغبسي صابيري اون مينيسكول، كتبوا اون مينيسكول. دابا نخليكم، باي باي.